ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نجت أستاذة أمس الجمعة من حادثة سير بعدما انحرفت بها سيارتها في أحد المسالك الطرقية بين مدينتي تيزنيت وتافراوت. وكشفت مصادر محلية لماروك أخبار يومية أن الأستاذة التي تشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية بجامعة إيدوغاغمار فقدت السيطرة على سيارتها فزاغت بها عن الطريق قبل أن تصطدم بحاجز إسمنتي. ورجحت ذات المصادر لماروك أخبار يومية أن تكون أسباب الحادثة هي السرعة الكبيرة، فضلا عن كون الطريق التي ربطت تيزنيت بتافراوت ضيقة ومتآكلة ما جعلها تعرف حوادث مماثلة. وتبعا لذات المصادر فالأستاذة تمت مساعدتها من طرف عدد من أهالي المنطقة دون أن تصاب إلا بجروح وردود خفيفة حسب مصادر ماروك أخبار يومية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.